second attempts coming up. First event on the track will be the men's 400 meter B heat. أول سباق على المضمار 400 متر لدى الرجال. الحارة رقم 8 ويمثل قطر فائز ببطولة آسيا 400 متر 4 مرات محمد موسى عبد الرحمن. الحرة رقم 7 ويمثل تونس محمد فارس جلاسي. الحرة رقم 6 ويمثل المملكة العربية السعودية بطل آسيا للشباب إبراهيم محمد صالح. الحرة رقم 5 ويمثل تونس فائز بالميدالية الفضية في الألعاب الآسيوية رامي بلتي. في الحرة رقم 4 ويمثل زامبيا كينيدي لوتشيمبي. أصغر المشاركين في الحارة الثالثة ويمثل قطر 17 سنة عبد المجيد مهاجير. أصغر مشارك أيضا ويمثل قطر في الحارة رقم 2 حسين إبراهيم إساكا. المشاركون في سباق 400 متر رجال. انطلاقة موفقة وأول سباق باتجاه الخط النهائي وإحراز أول ألقاب هذه الأمسية. انطلاقة موفقة نتابع هنا في الحارة رقم 3. هناك أيضا انطلاقة أخرى من الحارة الداخلية، صراع الأشدي بين كل من كينيدي عبد الرحمن بلتي إبراهيم الحاني إبراهيم كذلك جلاسي، وسرعة كبيرة ودخول الخط المستقيم بعد قليل. 100 متر الأخيرة من سيفوز؟ دخول هنا في الحارة رقم 4 وصراع الأشودي كينيدي لوتشيمبي من زامبيا يتقدم المتنافسين. السرعة النهائية يحرز المركز الأول، أول المتفوقين في سباق 400 متر النتيجة المسجلة كينيدي لوتشيمبي في المركز الأول ب 46-29، الثاني محمد فارس 60 متر 53 في المركز الثاني مع تومج ب 58-21، وفي المركز الثالث الآن ب 54-18 سوبرنات إن ذا رينج من التايلاند. هذا فيما يخص رمي القرص. أما بالنسبة للقفز بالزنا فحتى الآن تمكنت كل من إلناجوك وكذلك تينا سداج بتجاوز علو 64. That was the first throw for Val Allman of the United States. .68.66 for Allman, and that moves her into second. Brings up Caballero. 2016 Olympic Games, Yasmani Capello. And lane one, representing Ireland, 2016 Olympic Games fourth place finisher, Thomas Barr. Women pole vault, Sidorova did not clear 474. That leaves six women as the bar moves up to 484. And again, the discus will be starting round 6. Valarie. 4. Nina. 10. Sorry. You number 5. From the United States, Valarie Allman. Her second best thrower on the day will be Amy Perez. And stepping into the ring, currently in third, Sandra Perkovic. Remember, the best throw of this final sixth round will be your champion. Ja, die wil niet direct gooien. Die wil niet direct gooien. Maybe on some other circuit. يصعب هذا الباب عليه ويوجه خطر.